اوكي سو اذا بدنا نستعمل بروجرام داي بيو بروفيشنال لحتى نسجل السكرين تبعنا ويصير فينا نسجل السكايب فيديو ليسنز، بنفتح على البروجرام، نجي بنقي هون سكرين لحتى يصير البروجرام يسجل السكرين اللي نحن عم نشوفه. بعدين نجي من هون بنحدد الفايل تايب، فينا ننقي الفايل تايب اللي بيناسبنا. انا بحب ال WMV. من انكودر اوبشنز في هون شيء اسمه فيديو كومبريسر. اذا بننقي هل فيديو كومبريسر اللي هو ويندوز ميديا فيديو 9 سكرين، بصير السايز تبع الفيديو اصغر والكواليتي شوي بتصير اوضح، بس فيها شوية جليتشز او فيها شوية اشياء ما بيكونوا واضحين على السكرين، فبدكم تجربوا. انا بنصح انه تجربوا هل فيديو كومبريسر اول شيء، واذا بين معكم انه الكواليتي ما كتير منيحة فيكن تجربوا تستعملوا ويندوز ميديا فيديو 9 او 8، بس الفايل سايز اللي حيصير اكبر. اوكي، هلا البيت ريت فيكن تتحكموا فيه، انا حاطط 512، فيكن تجربوا اعلى لحتى تصير الكواليتي احسن مفروض، والساوند كومبريسر وفورمات ما بدهم تغيير. هلا بنجي على الاوبشنز. الاوبشنز هون لحتى نصير نسجل السكرين بدنا نجي ننقي سكرين كابتشر هون، ولحتى يصير يطلع عنا الصوت بدنا نحط ننقي الاوديو، وبعدين نحط سبيكرز هون لحتى يصير الصوت اللي عم يطلع من السبيكرز تبع الكمبيوتر عنا بيصير هو بيسجله البروجرام. فالحكي اللي انا عم بحكيه على سكايب والعزف اللي عم فرجيكن عليه بيصير بيسجله البروجرام مع الفيديو. اوكي، ف بنحط سبيكرز لكن هون. هلا لما تكبسوا على سبيكرز هو يمكن يقلكن انه لازم يعمل انستليشن لدرايفرز وبعدين يرجع يضطر يعمل ريستارت للكمبيوتر، فهالشي طبيعي لازم تعملوا هالشي حتى يشتغل البروجرام. هلا بعدين بنفوت على الجزء هون الاوتبوت وبنحدد الديستنيشن فولدر، بنحطها ديسكتوب. اوكي سو بنجي لهون بنحطها ديسكتوب وبنحط اوكي، وباقي التابز هون ما قلنا شغل فيهم، فبس منظبط الاوتبوت. ومثل ما حكينا منظبط هون بالديفايسز السكرين كابتشر والاوديو كابتشر، منحط سبيكرز ومنكبس اوكي. وبعدين لما بدنا نبلش السكايب فيديو لسن بتجوا بعدين بتفتحوا البروجرام مثل ما شايفينه هون، وبس بتكبسوا على زر الريكورد وهو بيقلكن شو مفروض تعملوا. لما تكبسوا على زر الريكورد بيطلع هون the debut window will now be hidden. You can use Control plus F10 or click the tray icon to stop recording. فتتكبسوا start recording ببلش يسجل، ولما نخلص اللسن بتكبسوا Control plus F10 على الكيبورد فبيوقف الريكوردينج. اوكي okay.